السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس العلوم العامة. ودرسنا لهذا اليوم يتحدث عن الكائنات الحية الدقيقة. أعزائي الطلاب، عدد الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض ما يقارب 5 إلى 10 مليون نوع، تختلف في الحجوم والأشكال والتراكيب. من ضمن الكائنات الحية كائنات حية تسمى الكائنات الحية الدقيقة، وهي عنوان درسنا لهذا اليوم الذي سنتناول فيه مفهوم الكائنات الحية الدقيقة، كيفية التعرف على هذه الكائنات الحية الدقيقة، وتصنيف الكائنات الحية الدقيقة. والآن سؤال: ما المقصود بالكائنات الحية الدقيقة؟ ما المقصود بالكائنات الحية الدقيقة؟ الكائنات الحية الدقيقة هي كائنات حية لا يمكن رؤيتها عبر أو من خلال العين المجردة، ولكن يمكن رؤيتها من خلال المجهر، ما هو المجهر؟ المجهر هو عبارة عن الأداة المستخدمة لرؤية الكائنات الحية الدقيقة. والآن عزيزي الطالب سؤال: هل للمجهر أنواع أم هو نوع واحد؟ لنتعرف على الإجابة من خلال الآتي: أنواع المجاهر. إذن للمجهر أنواع، ما أنواع المجاهر؟ تنقسم المجاهر إلى 3 أنواع: المجهر المركب، المجهر الإلكتروني، والمجهر التشريحي. والآن سويا إلى المجهر المركب. هذا هو شكل المجهر المركب الذي يستخدم لرؤية الكائنات الحية الدقيقة. المجهر الإلكتروني كما ترى وهو أحدث المجاهر الموجودة حاليا، والمجهر التشريحي المستخدم في نطاق واسع في المجال الطبي. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على أنواع المجاهر، الآن سنتناول بالتفصيل المجهر المركب أو ما يسمى بالمجهر الضوئي، وهو المستخدم بكثرة في مدارسنا. هذا هو شكل المجهر المركب. هيا لنتعرف على أجزاء هذا المجهر. يتكون المجهر من العدسة العينية، ثم يأتي بعد ذلك الجزء التالي وهي الاسطوانة. بعد الاسطوانة يأتي القرص، كما تشاهد القرص. بعد القرص يأتي العدسات الشيئية، كما تشاهد في الصورة. بعد العدسات الشيئية يأتي ما يسمى ب المنضدة، كما ترى في الشكل الموجود أمامك. بعد المنضدة تأتي المرآة أو ما نسميه بالمصدر الضوئي، ما يسمى بالمصدر الضوئي. بعد المرآة يأتي الذراع، هذا هو الذراع، ذراع المجهر. ثم ختاما ننهي بالجزء الأخير ألا وهي القاعدة، وهي قاعدة المجهر. هيا بنا لنأخذ السؤال الآتي. السؤال يقول: لماذا يعمل العلماء على تطوير صناعة المجاهر باستمرار؟ اسأل نفسك هذا السؤال: لماذا العلماء يهتمون كثيرا بتطوير صناعة المجاهر؟ أحسنت. الجواب: لاكتشاف المزيد من الكائنات الحية الدقيقة ودراسة هذه الكائنات الحية الدقيقة. أعزائي الطلاب،
فاصل قصير ونعود لنكمل درسنا لهذا. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب وعودتنا بعد الفاصل. أخذنا قبل الفاصل الكائنات الحية الدقيقة المقصود بها، أخذنا المجهر وهي الأداة المستخدمة لرؤية الكائنات الحية الدقيقة وأنواع المجاهر. الآن سنتعرف على تصنيف الكائنات الحية الدقيقة، ولكن قبل التصنيف سنتناول قليلا ونعود إلى الوراء حول مفهوم التصنيف الذي سبق وأن تعلمناه. ما المقصود بالتصنيف؟ كي نجيب على هذا السؤال دعونا نقوم بالنشاط الآتي. انظر إلى الأشكال الموجودة أمامك، نعم هي أشكال هندسية، والمطلوب منك أن تصنف هذه الأشكال بناء على الشكل من حيث المثلث، الأشكال التي على شكل مثلث والأشكال التي على شكل مربع، لنقوم بالإجابة على هذا النشاط. نعم، ممتاز ممتاز، صحيح. حسنا، أريد أن أصنف هذه الأشكال الموجودة أمامي بناء على اللون. حسب اللون الأحمر أو الأزرق. هيا لنجيب على هذا النشاط. ممتاز ممتاز، أشكرك. التي باللون الأحمر حملت المربع والمثلث، والأزرق كان عندي أيضا مثلث ومربع. هل استذكرت معنا عزيزي الطالب مفهوم التصنيف؟ إذن ما المقصود بالتصنيف من خلال ما استذكرته ورجعته من النشاط السابق؟ التصنيف هو ترتيب الأشياء في مجموعات تشترك كل مجموعة منها بصفات معينة تميزها عن غيرها من المجموعات. لو تذكرنا سابقاً صنفنا الأشكال الهندسية بناء على الشكل ثم اللون، هذا ما نعنيه بالصفات المعينة التي تميز مجموعة عن المجموعات الأخرى، وبناء على ذلك قام العلماء بتصنيف الكائنات الحية الدقيقة. وتم تصنيف الكائنات الحية الدقيقة إلى 4 مجموعات رئيسية. قام العلماء بتصنيف الكائنات الحية الدقيقة إلى 4 مجموعات رئيسية هي كالتالي: البكتيريا، المجموعة الأولى هي البكتيريا، المجموعة الثانية ما يسمى بالأوليات، المجموعة الثالثة هي الطحالب، المجموعة الرابعة هي الفطريات. إذن عزيزي الطالب شاهدنا هنا أن الكائنات الحية الدقيقة صنفت إلى 4 مجموعات رئيسية هي البكتيريا، الأوليات، الطحالب والفطريات. سنتناول البكتيريا في وقت لاحق من هذا الدرس، ولكن بعد هذا السؤال. والسؤال يقول: لماذا يتساءل لماذا يلجأ العلماء لتصنيف الكائنات الحية الدقيقة؟ اسأل نفسك، لماذا يلجأ العلماء لتصنيف الكائنات الحية الدقيقة؟ نعم، أشكرك. لتسهيل دراسة هذه الكائنات والتعامل معها. والآن أعزائي الطلاب هيا بنا لنتعرف على المجموعة الأولى من تصنيف الكائنات الحية الدقيقة، ألا وهي البكتيريا. انظر إلى هذه صورة عن البكتيريا. سنتناول في هذا الجزء من الدرس المقصود بالبكتيريا. ماذا نعني بالبكتيريا؟ شكل البكتيريا،
طريقة التغذية عند البكتيريا وطريقة التكاثر عند البكتيريا. والسؤال الآن يقول: ماذا نقصد بالبكتيريا؟ ماذا نعني بالبكتيريا؟ ما هي البكتيريا؟ البكتيريا هي كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة، ولكن نراها من خلال ماذا؟ المجهر، نعم، وتتكون أجسامها من خلية واحدة. إذن البكتيريا هي كائنات حية مجهرية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة، وتتكون أجسامها من خلية واحدة. والآن عزيزي الطالب، بعد تعرفنا على المقصود بالبكتيريا، دعونا نتعرف على أماكن تواجد البكتيريا أو الأماكن التي تعيش فيها البكتيريا. تتواجد البكتيريا في التربة، في الكائنات الحية كالحيوانات والنباتات، تتواجد في المياه، تتواجد أيضاً في الهواء. إذن لاحظنا سابقاً أعزائي الطلاب أن البكتيريا موجودة في مناطق عدة وفي أنظمة مختلفة. هيا لنجيب على السؤال الآتي، والسؤال يقول: علل. تعد البكتيريا أكثر الكائنات الحية انتشاراً على سطح الأرض، لماذا؟ أشكرك. لأنها صغيرة الحجم وقلة احتياجاتها الغذائية، لأنها صغيرة الحجم وقليلة الاحتياج من ناحية الغذاء. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على المقصود بالبكتيريا وعلى مناطق أو الأماكن التي تتواجد فيها البكتيريا، هيا لنتعرف على أشكال البكتيريا. حتى نتعرف على أشكال البكتيريا، دعونا نقوم بالنشاط الآتي. يلزمنا مجهر، شريحة مجهرية، كأس ماء وقطارة. نحضر الآن كأس الماء، ثم نأخذ عينة من الماء ونضعها على الشريحة المجهرية، ثم نأخذ الشريحة ونضعها تحت المجهر. ماذا نشاهد؟ سنشاهد بكتيريا كانت موجودة في كأس الماء. انظر، انظر إلى أشكال البكتيريا الموجودة تحت المجهر. هنا لاحظنا أن هناك أشكال مختلفة من البكتيريا. لنتعرف على هذه الأشكال، منها البكتيريا العصوية. انظر إلى شكل البكتيريا العصوية، والبكتيريا الكروية. انظر إلى شكل البكتيريا الكروية مثل الكرة، وبكتيريا حلزونية كما تشاهد في الصورة، أو ما يسمى بالبكتيريا اللولبية. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على أشكال البكتيريا، لننطلق الآن حتى نتعرف على التغذية عند البكتيريا. التغذية في البكتيريا تنقسم إلى قسمين أساسيين، هما ذاتية التغذية أو غير ذاتية التغذية. الآن سنتناول ما المقصود به البكتيريا ذاتية التغذية، وننطلق بعدها إلى البكتيريا غير ذاتية التغذية. الآن البكتيريا ذاتية التغذية، وهي التي تعتمد على نفسها في الحصول على الغذاء، مثل بكتيريا الخضراء المزرقة. أما البكتيريا غير ذاتية التغذية فهي التي تعتمد على الآخرين في الحصول على الغذاء من خلال التطفل والترمم أو التحلل والتكافل. التطفل مثل بكتيريا الكوليرا، بكتيريا الكوليرا. الترمم أو التحلل مثل بكتيريا التربة، بكتيريا
التربة. أما التكافل فمثل بكتيريا العقد الجذرية، بكتيريا العقد الجذرية. والآن عزيزي الطالب، بعد تعرفنا على أشكال البكتيريا وطريقة التغذية عند البكتيريا، فاصل ونواصل باقي أجزاء الدرس. مرحبا بكم من جديد. الآن أعزائي الطلاب، سنتحدث عن خاصية أخرى جديدة من خصائص البكتيريا، ألا وهي التكاثر في البكتيريا. ذكرنا سابقا عزيزي الطالب أن للبكتيريا خلية واحدة، هذه هي الخلية البكتيرية. يوجد بداخلها المادة الوراثية أو ما يسمى ب الكروموزوم. ماذا يحدث؟ يحدث تضاعف للكروموزوم أو المادة الوراثية. شاهد في الصورة معي، هنا أصبحت المادة الوراثية اثنتان. بعد هذا التضاعف، انظر للخلية البكتيرية، بداية تخثر في جدار الخلية. هذا هو جدار الخلية وهذا هو التخثر في الخلية البكتيرية. وكلمة تخثر هنا تعني بداية انقسام في الخلية البكتيرية. هنا تخثر أكبر في جدار الخلية، شاهد معي، تخثر أكبر في جدار الخلية، انقسام أكبر في جدار الخلية. ماذا تتوقع بعد هذا التخثر الأكبر؟ نعم، انشطرت الخلية البكتيرية إلى خليتين بكتيريتين. انظر هنا، الخلية البكتيرية التي كانت موجودة ماذا حدث لها؟ انقسمت أو انشطرت إلى خليتين بكتيريتين، وهذا ما يسمى بانشطار الخلية. والآن سؤال، من خلال ما شاهدنا في المراحل أو الخطوات السابقة، ما اسم طريقة تكاثر البكتيريا؟ ما اسم طريقة التكاثر عند البكتيريا؟ تسمى طريقة التكاثر عند البكتيريا بالانشطار الثنائي أو الانقسام الثنائي. والآن أعزائي الطلاب، قبل قليل تعرفنا على طريقة التكاثر عند البكتيريا، واستنتجنا أن الخلية البكتيرية الواحدة تعطي خليتين بكتيريتين. ولكن ما المدة الزمنية اللازمة كي تعطي الخلية البكتيرية الواحدة خليتين بكتيريتين؟ بعد 20 دقيقة ماذا يحدث للخلية البكتيرية؟ عندي هنا خلية بكتيرية واحدة، نعم، انقسمت إلى خليتين بكتيريتين، إلى خليتين بكتيريتين. ما المدة الزمنية التي استخدمتها لذلك؟ 20 دقيقة. حسنا، لو بعد 40 دقيقة ماذا يحدث الخلية البكتيرية الواحدة؟ شاهد معي، هذه هي الخلية البكتيرية، انقسمت إلى خليتين بكتيريتين بعد 20 دقيقة. لكن بعد 40 دقيقة كل خلية بكتيرية أعطت خليتين بكتيريتين. إذن مجموع الخلايا البكتيرية بعد مرور 40 دقيقة ما هو؟ 4 خلايا بكتيرية. أحسنتم. طيب سؤال، لو بعد 60 دقيقة أو ساعة كاملة ماذا يحدث للخلية البكتيرية؟ أو كم يكون عدد الخلايا البكتيرية خلال 60 دقيقة؟ لنشاهد معا.
هذه هي الخلية البكتيرية الأساسية الأم. أعطت خليتين بكتيريتين بعد 20 دقيقة، ثم بعد 40 دقيقة أعطت 4 خلايا بكتيرية. حسناً، بعد 60 دقيقة كم عدد الخلايا؟ لنعد معاً، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 خلايا بكتيرية تعطي خلال ساعة كاملة. أشكركم أعزائي الطلاب، وبعد تعرفنا على طريقة تكاثر البكتيريا وتضاعفها مع الزمن، يتبادر إلى أذهاننا سؤال: عندما نسمع كلمة بكتيريا نتذكر الأمراض، هل البكتيريا كائنات ممرضة فقط أم أن هناك بكتيريا مفيدة في حياة الإنسان؟ هذا ما سنتناوله في أهمية البكتيريا. أهمية البكتيريا من حيث فوائدها ومضارها. إذن، هل جميع البكتيريا مضرة؟ هل جميع البكتيريا ضارة في حياة الكائنات الحية؟ أم أن هناك فوائد للبكتيريا؟ نعم، أشكركم. تكمن أهمية البكتيريا في أن لها فوائد ومضار. من فوائد البكتيريا ما يستخدم في مجال الصناعة والزراعة والبيئة. أما مضار البكتيريا فتكمن في الأمراض وفساد الأطعمة. الآن أعزائي الطلاب، سنتناول كل مجال على حدة من مجالات فوائد البكتيريا. دعونا الآن مع المجال الأول، ألا وهو فوائد البكتيريا الصناعية. تدخل البكتيريا في صناعة الخل واللبن الرائب والمخللات كما تشاهدون في الصور الموجودة أمامكم. أيضا تدخل البكتيريا في صناعة ماذا؟ في صناعة الأدوية مثل دواء الأنسولين. أيضا تدخل البكتيريا في صناعة ودباغة الجلود. والآن بعد تعرفنا على فائدة البكتيريا في المجال الصناعي، هيا نتعرف على فوائد البكتيريا الزراعية. تعمل البكتيريا على تثبيت النيتروجين الجوي في جذور النباتات. ما هي هذه البكتيريا؟ ما اسم البكتيريا؟ هي بكتيريا العقد الجذرية التي تعيش على جذور النباتات. هي بكتيريا العقد الجذرية أو ما يسمى ببكتيريا التكافل. والآن سؤال: أذكر السبب لبكتيريا التكافل أو بكتيريا العقد الجذرية أهمية زراعية، لماذا؟ أشكركم، لأنها تعمل على تثبيت النيتروجين الجوي في التربة، مما يزيد من خصوبة التربة. والآن بعد تناولنا المجال الزراعي وفوائد البكتيريا فيه، هيا لننطلق على فوائد البكتيريا البيئية، أي في المجال البيئي. تعمل البكتيريا على تحليل الأجسام الميتة، أجسام الكائنات الحية طبعاً التي ماتت، فتحولها إلى أسمدة يستفيد منها النبات، فتحولها إلى أسمدة يستفيد منها النبات. كما وتعمل البكتيريا على معالجة المياه العادمة. والمياه العادمة هي المياه التي لا تصلح للشرب. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على فوائد البكتيريا البيئية، دعونا لنجيب على السؤال الآتي: ماذا يحدث إذا تم القضاء على بكتيريا التحلل؟ ماذا يحدث إذا تم القضاء على بكتيريا التحلل؟ ممتاز،
تتراكم الأجسام الميتة في البيئة مما يزيد من تلوث البيئة. لماذا تراكمت الأجسام الميتة في البيئة؟ لأننا قضينا على بكتيريا التحلل. أشكركم. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على فوائد البكتيريا في المجال الصناعي، في المجال الزراعي، وفي المجال البيئي، هيا نتعرف على أضرار أو مضار البكتيريا. تسبب البكتيريا العديد من الأمراض للإنسان، مثل السل، الكوليرا، التيفوئيد، والحمى المالطية. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا على أهمية البكتيريا من حيث الفوائد والأضرار، ننتقل الآن إلى السؤال الآتي. والسؤال يقول: ماذا تتوقع أن يحدث لو تم صناعة دواء يقضي على البكتيريا؟ برأيك ماذا تتوقع أن يحدث لو تم صناعة دواء يقضي على البكتيريا؟ سأدع الإجابة لك عزيزي الطالب لتجيب عليها من خلال المصادر المحيطة بك. والآن أعزائي الطلاب، هيا لنستذكر سويا ما تعلمنا خلال درسنا لهذا اليوم. تحدثنا عن أماكن تواجد البكتيريا، وقلنا أن البكتيريا تتواجد في الهواء والتربة والكائنات الحية كالحيوانات والنباتات والماء، وقلنا أن البكتيريا واسعة الانتشار تعيش في مختلف البيئات. أيضا تناولنا الكائنات الحية الدقيقة، من حيث تصنيفها تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية، وهي البكتيريا، الأوليات، والطحالب، والفطريات. لا ننسى أن تعلمنا اليوم المجموعة الأولى من هذه المجموعات، وهي البكتيريا. ثم انتقلنا إلى أشكال البكتيريا، وقلنا أن البكتيريا كم شكل ممتاز، 3 أشكال، وهي بكتيريا حلزونية، بكتيريا كروية، وبكتيريا عصوية. ثم انتقلنا إلى طريقة التغذية في البكتيريا، وقلنا أن التغذية في البكتيريا تنقسم إلى قسمين أساسيين، هما بكتيريا ذاتية التغذية أو بكتيريا غير ذاتية التغذية. ذاتية التغذية وهي التي تعتمد على نفسها في الحصول على الغذاء، مثل بكتيريا الخضراء المزرقة. أما البكتيريا غير ذاتية التغذية فهي التي تعتمد على الآخرين كي تحصل على غذائها، ويتم ذلك من خلال التطفل، الترمم أو التحلل، والتكافل. وأخذنا أن التطفل مثل بكتيريا الكوليرا أو بكتيريا الأمراض كبكتيريا السل، كبكتيريا الحمى المالطية، أو بكتيريا التيفوئيد، وبكتيريا الترمم مثل بكتيريا التربة، أو ما تعلمناه سابقا ببكتيريا التحلل، وبكتيريا التكافل مثل بكتيريا العقد الجذرية التي تعيش على جذور النباتات وتسبب زيادة في خصوبة التربة. أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم في درس قريب إن شاء الله، وإلى اللقاء. Yeah.